احمد انا معك ماني ضدك احمد. والله بحصك. واخيرا يا جماعه الخير ايبكس ليجند على الجوال على الاي او اس وعلى اندرويد. ما يعرف لعبه ايبكس يا جماعه، اللعبه الان يمديكم تلعبونها على الجوال باتل رويال وتلعبون طور التختيم وسكنات وباتل باس. هذه المناسبه يا جماعه اضافوا لكم شخصيه، اسم الشخصية يا جماعة في شخصية فقط على الجوال، يعني بس اللي يحملون اللعبة بالجوال هذا شخصية خاصة فيكم، وحاطين لكم يا جماعة الخير أحداث خاصة فوق هذا. اللعبة اللي مثلي ما يعرف إنجليزي حاطين اللعبة بالعربي، نظام اللعبة صار سريع مرة على الجوال، يعني تلعب تحس بالسرعة، يعني ما في لاج ما يعلق ولا شيء، تحس بسرعة وسلاسة وشيء حلو مرة. من الآخر مضبطينكم، وبحط لكم رابط تحميل تحت يا جماعة ورابط الديسكورد حقهم بالعربي، يعني عندك مشكلة بتستفسر عن شيء يردون عليك على طول. غير كذا اللعبة ترى مجانا، يعني تحملها مجانا، الرابط تحت بالوصف، خليكم على المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مالكم بالطويلة يا جماعة الخير. 2 من أعضاء باور انصابوا بكورونا، أسأل الله أن يشفيهم ويبعد عنا كل مكروه، وأسأل الله أن يشفي كل مريض. طيب الآن لازم اتخذ الإجراءات الطارئة. طبعا يا جماعة الخير هذه فحص كورونا، تطلع النتيجة بعد 10 دقائق، دخلها بخشمك وبعد 10 دقائق تطلع النتيجة. طبعا يا جماعة الخير انتم ما تدرون سلطان وناصر نص الشباب مخلطينهم، فلذلك نفحص اول واحد مشكوك فيه. احمد جاهز؟ لا. طيب شو تسوي؟ بفحص توقعاتك. والله صدق اني تعبان حتى ما لفيت. اسالك بالله والله العظيم التعب اللي فيني حلقي من صياح امس. ايه يعني مو كورونا بس ما ادري ايش دخل الصياح يجيب لي خمول. والله يا الله يا احمد تكفى، لا توجع قلبي والله ما عليك. تعرف ولا لا؟ اي والله. شو ما عليك احمد، لا تسولف كثير يمكن كورونا وتعديني. طيب عطني انا مسوي نفسي. لا انا اسوي لك رايد. والله خفت تضرب حاجه. والله ما عليك شوي لا انا اخاف اكثر منك. لا اخاف عليك اكثر منك والله. والله ما ابي اذيك احمد، انا معك ماني ضدك احمد. براسك بسم الله. لا براسك بسم الله. احمد بكوا عليك. لا تكفى. طيب مع الحل. يلا مع الحل. يلا قل وين حلقك؟ ايه افركه كذا. ايوه خشبك الثاني. ما عليه بسيط. ودخل بيطلع لي حطينا يا جماعه الخير اذا فحصته بالفحص المنزلي هذا تحطه بالمويه لمده 20 ثانيه وتخلط تخلط تخلط. حلوين؟ طيب نحط 4 قطرات هنا، اذا طلع خطين ايجابيه، اذا طلع خط واحد سلبيه. يا ربك ان شاء الله سلبيه باذن الله. 1 2 3 4 خط يعني ايش؟ خط يعني سلبيه، خطين ايجابيه. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الله يقلشك. ايوه لازم الله يقلشك. والله العظيم لازم عشان نضمن ونعيش بحياه هنيه يا جماعه. والله العظيم هذا هواله هواله. الناس كورونا هذا عنده كذا. والله وضعنا الحمد لله يا رب لك الحمد، كلنا انت بخير عزوز. شوفها شوف فير فلينا الحمد لله قاعدين نسولف ما فينا شيء. الرجال هذا شوف الكورونا من تالي يا جماعه الخير تجي بدون اعراض، فلذلك لازم احتياط. يعني صدقني ما راح اضرك. ارفع راسك فوق، ارفع راسك فوق، افتح خشمك. فيت والله العظيم اي واحد بيطلع خطينا برك يا جماعه بيخلص المقطع. من الاخير اذا شفت رايد ساحب على اليوتيوب كويس فتعرفون بسبب المقطع هذا. انا اقدم افرك اي افرك. ايه ايوه شفت شلون. 1 2 3 4 لا لا تخاف عليك. يلا الله يعمل حاله يا رايد. بسم الله تكفى خلاص. بسم الله لازم تحك العقل يا جماعه شوي. وشو قاعد على الله يا حبيبي اخري يا حبيبي. هي رايد هذا نظره يا هنا الكورونا الصدقيه. تعال فحص كورونا الحين تعال.
انا ما في كورونا. انا لا في سلطان. انت انت خارج نفط ضرب. تعال انا كويس. بدر انا مو ادري مو ادري اسم لك. شوف بدر يا انت متى اخر مره شوف سلطان؟ امس انت شوف؟ شوف يا سلام مخالطه. سلطان امس يجي هنا مكتب طبان شويه. ايوه انا مخالطه. لا انا خفت. ابي ايدك. ما في خوف. ما في خوف. انا دكتور. ما في خوف. ما في خوف. ما في خوف. انت خشبك. انت خشبك عادي. ما في خوف. ما في خوف. ما في خوف. انت خشبك. بقى واحد بس واحد مره. انت ركب زياده. هذا حق فاروق. اربع قطرات. واحد اثنين ثلاثة أربعة. ليه متحمس؟ ليه؟ وش سوي؟ وش سوي؟ لا تخاف. بسم الله. والله أسري. كيف أنا رجال؟ والله أنك رجال. طيب الآن بما أن أحمد هو الوحيد اللي أحمد هو الوحيد اللي فيه شوي تعب. نخليه آخر واحد. بسم الله. شوفوا بنوح. هذا فيرفل. هذا فيرفل. فيرفل الحمد لله خط واحد سلبية. شوفوا بنوح. سلبية. أبو نوح. الحمد لله. سلبية. يا رب لك الحمد. بسم الله. حشر الحمد. خطين عينيش. نعم لا تكتب. والله ما طلت. خطين عينيش. خطين كورونا. خط سلبية. والله ما. كذاب أحمد. الحمد لله. خط واحد. الله يخرج كرشتني يا أحمد. كرشتني. أفحصهم ولا أفحص نفسي ما يصلح. نازل لك حص. طيب ايش رايك في الوقت هذا تنزل الكاميرا الان تفحص انت؟ لو اخذ القلم هذا واكتب على هذا يجي ولا ما يجي؟ بحاول اني احطه بالقلم بحق مكان ان شاء الله ما يضرب يعني ما يبين ان شاء الله باذن الله. والله معليش ركان سامحني سامحني سامحني. وش سالفة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك صدرك؟ اللهم لك الحمد. أول شيء في اثنين من الشباب انصابوا. فلذلك أنا لازم أفحص قدام متابعينك الكرام قدام جمهوري الكرام. حلقك يوجع كله؟ إيه. الله يستر الله المستعان. يا أخي ما عاد في كورونا. لا لا لا. والله أن حسي فاضي يا رايد أذكر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألف. رايد. أنا عندي خبرة وأنا أخوك إيش دعوة؟ إذا ما عندي خبرة تعلمت على العيال. ما يضحك الموضوع هذا، الموضوع هذا يا كورونا يا مو كورونا. ما يضحك. اخلص. ارفع خشمك. ها. ايوه خلاص بس بس. بس خلاص. امورك طيبة وانا اخوك. مالح الامور طيبة بسم الله نحطه بالمحلول. يعني وش؟ يعني بس نفحص نحطه هنا ويطلع لنا النتيجة يا يا. تطلع؟ بعد 10 ربع ساعة، 10 دقايق. خلاص خذ رايك في واحد هنا ثاني. يلا في واحد هنا متغيب شوفوه. تبغونا نتغير نبي نفحصه والله لا افحصه ادخل العود بصلعته والله شوف يا جماعه شوف ايش تسوي؟ تشوف تستشفر احسنت طيب بنحط اربع قطرات اذا طلع خط واحد بزود خط من عندي كريم وبخوه تعال السلام عليكم السلام من هنا من هنا من هنا هنا شو اللبس هذا؟ نبي هذا دكتور لا. دكتور الفلة والله والله كل شيء له دكتور والله دكتور الفلة لا صدقني. لا والله طيب اصبر الحين تصدق تعرف لا 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 والله انك تعرف اي والله اني اعرف والله العظيم طاح طاح شيء ما له ورقه 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 بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله خلص كح اي في كتمه والله فيني كتمه اي خلاص بس يا ساتر ايش فيك يا ساتر والله وتالله اني ادري انك انت اللي تشوفني الان اغلبكم ما يشترك بس اشوف المقطع يطلع يا اخي اشترك ما بقى شيء ندخل 700,000 ولايك شكرا ايه شوف ركان طلع خط واحد بحاول احط خط ثاني خط ازرق معليه ان شاء الله ما يبي يقول من بعيد ركان نتيجة طلعت خطين خطين كورونا كورونا ركان تكفى اسمع احجر نفسك ها احجر نفسك ركان تكفى انت صادق ايه انت صادق ايوه جالسين بذا يا جماعة جالسين بذا انت مقلب ولا تستهبل مو مقلب خطين طلع لي تحلف بالله
حقتي والله انها خطين. والله والله انها حقتك والله انها فيها خطين والله والله العظيم انها فيها خطين. انا اقسم بالله البس كمامك طف بثك روح المستشفى افحص عشان تتأكد. لا لا ركان. لا والله مستحيل اروح افحص مستشفى. ليه؟ لان حقتي فاضي خطين ما في كورونا ولا خطين تذوب انت. طلع خط واحد بس خط ثاني من عندي الحمد لله على السلامة كلبيه. تيجي يا جماعة الخير يا رب لك الحمد. خط واحد خط واحد مصورنا العزيز الحمد لله على السلامة يا رب لك الحمد. لا لا عادي. كم نسبة التعب؟ ها؟ كم نسبة التعب؟ صبر والله بفحصك مودي قاعد كحكة قاعد كحكة لازم بفحصك مودي. اليوم بفحص والله لازم بفحصك بسم الله. رايد لا تعمل. لا 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 طيب روح عني لا تمشي افحص طيب تعال والله طيب مود طيب خالد لازم افحصك طيب خالد والله افحصك خالد هي قريب الحرم افحصك والله لازم افحصك سكر الان لا مالك مالك والله افحصك والله افحصك شوي يعني شوي مالك بسم الله الرحمن الرحيم شوي لا صدقني مودي رايد ابعد عني بعد عني ولا وثق فيني مالك بسم الله ايوه مالك امورك طيبه امورك طيبه ابو خالد مالك امورك طيبه مالك ايوه دمعت مالك ايوه دمعت مالك امورك طيبه امورك طيبه 1 2 3 4 الله يسخنا في شيء. شفيك؟ يعطيك العافية. فيه بعد تعبان ثاني واحد. اسمع احجر نفسك. بحجر. ما تطلع النتيجة. بحجر شفيه ذا. شكرا. الحمد لله على السلامة سليم. سلفية. والله. اي والله خط واحد امورك طيبة الان تقدر تطلع. تقدر تطلع من تقدر تخمك. تقدر تخمني حبيبي. يا جماعة الخير زي الأسانسير هذه من الأشياء اللي تنقل العدوى. فلا تمسك كذا، إذا مسك كذا عبقم ولا سو يعني زي كذا فهمتوا كذا وغسل الباب لا تمسك كذا بالمسكة ذي. هذه نتيجة عزوز. إيه. اللهم لك الحمد سلبية. وفاروق. فاروق. يا رب لك الحمد الحمد لله كلهم سلبية. سلبية. إيه صورنا حقتكم. إيه سلبية. الجميع سلبية الآن تقدرون تصورون نقدر نشيل الكمام ومرنا طيب. إلى هنا يا جماعة الخير خلصنا مقطعنا يا رب لك الحمد الجميع نتيجته سلبية. أسأل الله أن ما يريكم مكروه دعواتكم للمصابين. أسأل الله أن يشفي الشباب ويشفي كل مريض. لنقول لكم وداعا إلى اللقاء في مقطع آخر من برنامج. ميكم وليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.